ala naxariistii janaha ka waraabiyay waxa xabaalaha leeyay magaalada Hargeysa aas qaran loogu sameeyay marxuun gaashaanle sare Mursal Xuseen Cabdi oo kamid ahaa asaasihii ciidamada booliska Soomaaliland aaska waxa ka soo qayb galay tariyo ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Cabdi Xasan Qarbash iyo saraakiil sarsare ee ciidamada xidhibaana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland madax dhaqameed waxaan ka hadleen taariikhda marxuumka iyagoo dhammaantood ba Ilaahay uga baryay inuu jannada firdowsa uu marxuumka ka waraabiyo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Ilaahay wuu ilaahay shukran Shaabi Xuseen Axmed Mursal Allahu naxariiso كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون ما توحي نشوف ناسكي جامع حسين أحمد مرسل روحي وكم إذا هاسر أكيس السنة عيدة كالكويس سلكال كاس إلا دولتي هوري يتمع وأنه وضع الشغيش ري وحن من خاتكا هي من نوة ناكسنا دادكو كنا مدقلي تري نحريس لها إلهي وحن مقبري يا إنو تندي سي فردوسك ورابيو مدكي لكن هذا هي تساوى مقصدي يوم حلين يضع حق الاسكولي يضع اصلاح عصر جناسدة عندنا يضع ديونه ميلس شو غصو سفري بعض وما حسنتي هاي هون حريستو وصل حسين حمد لا لما انتهي نصر لي يمان لها يضسيو حرواتي وانوين وغارة كورن كبحي وانا لوني هاي وارزوا شيء وأنت واحد شغلنا عاسكي شاب حسين أحمد مرسل قرناي الكيوينا إلهي هون حرسوا لنا عي السبب يبان نحسي أهل كي يا قرابتي هي لما قرك السبع اللعبة فورم وصار أعرف كم قرك ما سمعنا لكن هناك اشخاص يقولون
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء